بعد كده نروح للاسود. تمام ماشي، نبتدي بالابيض. اوكي، فرحه عمرك كانت امتى ولا لسه ما جاتش؟ لا ما عنديش فرحه عمري. بصي انا فرحتي بالنسبه لي دلوقتي ان انا اشوف ماما كويسه. دي اهم حاجه عندي في الدنيا، لانه ماما كبرت ودلوقتي تعبانه، ف بالنسبه لي طول ما انا شايفاها كويسه دي بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا. مفيش يوم حسيتي ان نجاحك ده نجاح ابيض وسعاده مفيش كده؟ ما حسيتوش، لان ما لقيتش حد يحسسني بيه. حسيتي عارفه يعني اتسرق منك؟ مش اتسرق، عارفه انت لما بتعملي مجهود ما بتحسيش ان انت اللي حواليكي فعلا حابين لك الموضوع ده جدا، انت نجحتي فبتحسيش بيه. عكس انك تبقي انت فرحانه لنفسك، بس انت تفرحي الناس حبالك ده اكتر، ده تشوفي نجاحك مع الناس اكتر. حسد ولا غيره ولا صحبه ما كانتش لطيفه؟ شكل ده على ده كتير. يمكن انت ما كنتيش فاضيه تشوفي النجاح ده. بالعكس خالص، انا بحب احصد نجاحي. يعني احب، يعني انا من الشخصيات اللي ما بحبش تتفرج على المونيتور بعد ما بخلص مشاهدي. عدوت ان انا اروح اتفرج اشوف انا عملت ايه. فاحب اسمع اراء الناس من بره، مش حتى من زمايلي. لازم اراء الجمهور، لان دول الناس مش هيكونوا بينافقوني. ايه اكتر فتره بيضة عشتيها في حياتك ما كانش فيها مشاكل، كان فيها استقرار، تفتكري كانت امتى؟ ممكن تقولي ممكن 2007. سنة 2007. اشمعنى 2007؟ كان يمكن عملت ساعتها الملك فاروق. وانا سعيدة جدا اصلا بالعمل ده، لانه حاجة انا اتشرفت بيها. كان السنة دي كلها تقريبا شغل كتير، كان فيها سينما وتلفزيون، وكنت عاملة كذا عمل يعني. فبالنسبة لي كانت سنة وشها حلوة عليا. الأبيض بالنسبة لك إيه؟ فلوس، شهرة، سعادة، حبيب، بتقيسيه إزاي؟ أنا بالنسبة لي الأبيض راحة.